السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دائما ما يردد الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإثنى عشر خليفة، والخلفاء دول بالتتابع، يعني لما يجي خليفة يموت أو إمام يموت عندهم لازم يوصي للإمام اللي بعده، يسلمها للإمام اللي بعده، والإمام اللي بعده يسلمها للإمام بعد، والكلام ده كله. ولكن هم وصلوا للحادي عشر وطلع عقيب. لا يا عم الشيخ، ده ما طلعش عقيم ولا حاجة، الراجل موجود. أيوة موجود ولكنه اختفى، فاخترعوا طبعا مسألة اختفاء. ولكن خلونا دلوقتي في الرقم 12، خليكم حافظين ان هم 12، واحد يسلمها الواحد يسلمها الواحد يسلمها الواحد، مع ان الله عز وجل يعلم الغيب ويعلم ان المدة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة الى ان يشاء الله. يعني احنا دلوقتي داخلين في 1450 سنة، فتخيلوا 1450 سنة فيهم 12 واحد، لو كل واحد بس قعد 100 سنة تمام هيبقوا 120 سنة. طب لسه الحياة ممتدة، فين بقى العصمة، فين الإمامة، فين ان هم لازم يفسروا لنا الدين، لازم يبقوا موجودين، لازم ماشي هنعديها. ولكن انا عايز الشيعي يحط نفسه مكاني لما انا كراجل سني اقرأ الروايات ديت عنده. هم متمسكين بالعدد 12 لدرجة ان هم قالوا ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا. الآية حطوها في الأئمة، يعني الآية اصلا بتتكلم عن الشهور ومنها اشهر حرم سبحان الله، وهم بيحطوها في الأئمة، فما فيش برضو مشكلة. ولكن الروايات اللي انا موجودة معايا دلوقتي من كتبهم من الكافي وغيره بتقول ان الأئمة 13. الأئمة إيه؟ الأئمة 13. فالله المستعان، يعني تخيلوا هم بيبنوا رقم وكتبهم بتقول برقم تاني خالص، وده اللي احنا هنقوله النهارده. تعالوا نشوف الكافي طبعا للكليني جزء واحد صفحة 532. عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام عن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال: دخلت على فاطمة عليه السلام وبين يدها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها، فعددت 12 آخرهم القائم عليه السلام، 3 منهم محمد و3 منهم علي. يبقى واحد دخل على فاطمة فلقى في إيديها كده زي كتاب وفيه عدد الأوصياء. عدد الأوصياء دول مين؟ من ولدها، من عيالها. كم هم؟ 12. أخرهم مين؟ أخرهم المهدي، ونزود عليهم علي يبقى كده أصبحوا كام؟ 13. ولا مش مظبوط؟ 12 من أبناء فاطمة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، يبقى كده 13. الله، وهم مش كانوا 12؟ لا، أصبحوا 13، فالله المستعان. طيب ايه تاني؟ الانوار البهية الشيخ عباس القمي صفحة 91. وروى الثقة الجليل علي بن محمد الخزاز القمي بسنده عن جنادة بن ابي امية قال: دخلت على الحسن بن علي بن ابي طالب عليهما السلام في مرضه الذي توفي فيه، الى ان قال: ثم التفات إلي فقال: والله لقد عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الأمر يملكه 12 إماما من ولد علي وفاطمة. نعيد الحتة دي تاني. إن هذا الأمر يملكه 12 إماما من ولد علي وفاطمة، ما منا إلا مسموم أو مقتول. 12 من أبناء علي وفاطمة، ونزود عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يبقى كده أصبحوا كام؟ أصبحوا 13. طيب الكافي جزء واحد صفحة 531. عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد الخشاب عن ابن سماعة عن علي بن أبي الحسن ابن رباط
عن ابن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الاثنى عشر الإمام من آل محمد عليهم السلام كلهم محدث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ولد علي، والرسول وعلي عليهما السلام هم الوالدان. يعني الاثنى عشر إمام محدثين من النبي صلى الله عليه وسلم وهم من ولد علي، وعلي والرسول عليهما السلام هم الوالدان. يعني كده أصبحوا كام؟ 13. 12 نضيف عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يبقى كده 13. الله المستعان. نكمل. الغيبة للطوسي عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الاثنى عشر الإمام من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولد علي بن أبي طالب عليه السلام، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي عليهما السلام هم الوالدان. يعني أيضا 12 ونضيف عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يبقى كده 13 مش 12. فده اللي خلى الشيعة يقولوا على آية عدة شهور 12 شهرا في كتاب الله، قال ان هم الاثنى عشر امام. الانسان لما يكونش عنده ادله بيبتدي يخبط. سبحان الله، ما اعرفش بقى هم كانوا عاملين حسابهم على ان هم يبقوا 13 او ايه بالظبط، الله اعلم. فده الحال عند الشيعة. وزي ما انا قلت كده، هم حطوا بعض الصفات في الائمه عندهم وقالوا لابد من وجود ائمه. وزي ما انا قلت لكم، من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة وقت الله اعلم به، ولكن لحد دلوقتي 1450 مثلا سنة، ف 1450 سنة مش هيكفيهم 12 امام. لو كل واحد منهم حكم 100 سنة، وده طبعا ما حصلش، مش هيكفوا. فالله عز وجل كيف يضع 12 امام للمدة دي كلها، والمفروض ان احنا نأتم بهم. فالله المستعان. السؤال بقى اللي أنا عايز أسأله، هم عندهم أحاديث بتقول إن لو جه الإمام يموت يسلمها للإمام اللي بعده، والإمام اللي بعده لما يجي يموت يسلمها للإمام اللي بعده، وهكذا ساعة الوفاة. فممكن الشيعة يتكرموا علينا ويجيبوا لنا الأحاديث دي ويحطوها لنا كده، وإحنا بعد كده إن شاء الله لينا تصرف آخر. والله المستعان. واسأل الله عز وجل لهم الهداية ولي وللجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.